جزاكم الله خيرا. هذه الآية قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكيف نوفق بين الأمن الذي في الآية الكريمة والخوف الذي في الحديث؟ وما هو الخوف الذي ينبغي أن يكون الإنسان عليه تجاه الله سبحانه وتعالى؟ جزاكم الله خيرا. أما قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فالمراد بالظلم هنا الشرك، لأن هذه الآية لما نزلت شق شأنها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ وظنوا أن المراد بالظلم المعاصي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بالذي تعنون، وإنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فقوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، فإن المشرك لا أمان له في الدنيا ولا في الآخرة. وأما المؤمن فإن له الأمن، المؤمن الموحد المخلص لله عز وجل الذي تجنب الشرك كبيره وصغيره، هذا له الأمن في الدنيا والآخرة. فإن كان إيمانه كاملا وسلم من الذنوب والمعاصي، فإن له الأمن الكامل الذي لا خوف معه. وإن كان عنده شيء من المعاصي التي دون الشرك، فإنه آمن من الخلود في النار، آمن من الخلود في النار إن دخلها، فلا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة، فله أمان لكنه ناقص بسبب الذنوب والمعاصي ومهدد بالوعيد، لكن مآله إلى الجنة، فله مطلق الأمن وليس له الأمن المطلق. الأمن المطلق هو الأمن الكامل، وأما مطلق الأمن فهو الأمن الذي معه شيء من الخوف ويخشى عليه من العذاب، لكن له أمن. أما الكافر والمشرك والعياذ بالله فإنهما ليس لهما أمن أبدا، وإنما في حقهما الخوف الخالص والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. نعم.